اول ما اجل اجل الاباتشي اجى وقف نهان زي هيك وشويه زي هيك دقايق الا هي ضربه صاروخ وين اجى فهان يعني خفيف مش زيك فيش ثلاث دقايق الا الصاروخ الثاني بيخلع قال الدنيا تقلقل يعني دور قلنا راحت يعني هز الدور حتى الطنيات انشالت وانخبطت من على التخوت صارت على الارض وصاروا صرخ وصراخ يا بالحق ضربونا اليوم وضربونا يا بتخافش يا بتخافش نبدا اخواننا لا يوجد الا القوه